اليوم جد سعداء افتتاح مصنع لمختبرات فارماسينك الجديد والذكي سمارت فاكتوري 4.0. هذا المصنع ماشي مصنع عادي، بل هو مصنع كيضم وحدات صناعية ذكية متطورة والأحدث تقنيا في المجال صناعة الأدوية في المغرب وإفريقيا. مختبرات فارماسينك هذه 40 سنة وهي ملتزمة بصناعة دواء الجانيس 100% مغربي وفي متناول الجميع. الإحداث ديال هذا المصنع سمارت فاكتوري كيجي في إطار هذا الالتزام، وكيجي في إطار ضمان السيادة الدوائية الوطنية، وكذلك تعزيز الورشة الملكية، الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، باعتبار أن الدواء مكون أساسي للرعاية الصحية. وكذلك كيزيد يعزز من الريادة القارية لمختبرات فارماسينك مع مصنع جديد، يعني وفرة الإنتاج، يعني تصدير لبلدان إفريقية وبعض الدول العالمية. طلب منا هذا المصنع غلاف مالي 300 مليون ديال الدرهم، وحقق لنا 300 منصب شغل اللي كتنضاف الى مناصب الشغل اللي كاينه في مختبرات فارماسينك واللي كتعد 1800 منصب. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.